اهلا بيكم في حلقة جديدة مع مجدي خليل النهاردة هنناقش موضوع لماذا انتعش التطبيع بين دول الخليج واسرائيل بالذات دولة الامارات وهل سيستمر هذا التطبيع بهذا الزخم هذا الموضوع يعني بالطرح الناس بتتساءل ليه تصارع جدا جدا التطبيع بهذا الشكل علاقات سياحة علاقات اقتصادية علاقات عسكرية علاقات مخابراتية علاقات ثقافية علاقات معارض رجال أعمال استثمارات متبادلة يعني تطبيع سريع جدا اللي عملته الإمارات في سنة واحدة أكتر بكتير من اللي عملته مصر في أربعين سنة سلام بين مصر وسوريا اكثر بكثير طبعا بين اللي عملته مصر اللي هي كان عباره عن سلام بارد ينقصه التطبيع لدرجه انهم أس اسسوا منظمه اسمها شراكه للتطبيع الثقافي تطبيع ثقافي وتبادلات وزيارات وانتعاش وحاله ايفوريا حاله انتعاش كده حاله انتعاش وحاله بهجه واسسوا مؤخرا حاجه اسمها سكولر فورم اللي هو منتدى المنتدى الاكاديمي، المنتدى الاكاديمي ده يعني تطبيع علمي بعد التطبيع الثقافي عبر شراكه بعملوا تطبيع علمي عبر سكالر فورم اللي هو المنتدى الاكاديمي ده اللي هينزل ابحاث عن السلام وابحاث عن العلاقات الاقتصاديه بين دول الخليج وخاصه الامارات واسرائيل وهينزل كمان حاجات تتعلق ب فوائد السلام واستراتيجي السلام ومستقبل السلام، حاجات كتيرة هتنزل في هذا الموضوع. ليه, ليه ليه انتعش؟ ليه السؤال بقى ليه انتعش؟ ليه الزخم ده؟ الناس كلها بتتساءل ليه هذا السرعة في الموضوع؟ بالمناسبة التطبيع ده هو العلاقة الطبيعية بين دولتين، يعني لما يكونش في عداء، لما يكون في سلام بين دولتين، فالعلاقات الطبيعية هي وضع طبيعي. يعني التطبيع ده هو الوضع الطبيعي طالما ما فيش عداء عداء واضح لكن في حاجه اعلى يعني المفروض حاجه في حاجه اعلى من التد... التطبيع هو حجم العلاقات بين الدولتين حجم العلاقات بين الدولتين يتوقف على المصالح المشتركه بين الدولتين، المصالح المتب... المتدا... المتبادله والمتداخله بين الدولتين، ما حدث في بين الامارات واسرائيل وبين دول الخليج واسرائيل هو اكبر من حتى فكره التطبيع، هو تحرك كمي في العلاقات بين الدولتين على كافه المستويات. قبل ما نبدا نوضح ايه الاسباب الجوهريه وراء هذا التطبيع وهذه العلاقات المتحركه بنشاط نبدا نتكلم عن اسرائيل اسرائيل تعيش ازهى عصورها منذ عام 1948 ازهى ازهى وضع الاسرائيل منذ 48 تعيشه الان الغزو الامريكي اخرج العراق من المعادله والحرب الاهليه بعد ذلك والصراع وسيطره ايران الربيع العربي ونشر الربيع العربي ونشر الخراب اضعف كل ما الدول التي كانت تتحدى إسرائيل فيعني ده عامل تاني أدى قوة لإسرائيل الانقسام والعداء الفلسطيني الفلسطيني المستمر منذ سنوات أضعف الحركة الفلسطينية تراجع القضية الفلسطينية عند العرب بقت عند الحد الأدنى القضية الفلسطينية كل ده خلى إسرائيل تراجع المد الديني الإسلامي المعادل إسرائيل كلما تراجع المد الديني الإسلامي كلما قوت إسرائيل وعاشت أزهى عصورها والعامل الأهم فوق كل ذلك التفوق الإسرائيلي المتنامي ده كله أدى لإسرائيل أنها تعيش هذه اللحظة وأنا بتكلم في عام 2022 تعيش أزهى أزهى فترة في تاريخ إسرائيل منذ 1948 نيجي بقى لأسباب الانتعاش وأسباب الانتعاش كتيرة جدا كتيرة جدا أنا أعتقد أننا يعني جبت كل تقريبا ما يخطر على بال اي شخص فيما يتعلق باسباب هذا الانتعاش هت... هتسمعوها دلوقتي السبب الاولاني يعني طبعا العدو الايراني المشترك ودي سبب مهم جدا 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 ايه العدو الايراني المشترك وده سبب ناس كثيرة اتكلمت عنه التحديات الايرانيه لدول الخليج جعلتها تتقارب مع اسرائيل طيب ايه التحديات الايران إيران تفتخر انها سيطرت على اربع عواصم عالميه عربيه اللي هي بغداد ودمشق وبيروت ثم صنعاء وكانت تسعى للسيطرة على عاصمة خامسة وهي المنامة في البحرين كانت عاوزة تسيطر على البحرين لولا أن دول الخليج وخاصة السعودية لحقت الموضوع كانت تسقط البحرين إيران تحتل جزر إماراتية الثلاثة تنب الكبرى وتنب الصغرى وأبو موسى وترفض التحكيم الدولي وترفض أي تحكيم حول هذه الجزر يعني خلاص ترفض القانون الدولي وترفض التحكيم الدولي وترفض أن تذهب إلى محكمة لهاي ترفض كل شيء كمان إيران على حافة إنتاج سلاح نووي وصلت إلى تكنولوجيا نووية تؤهلها لإنتاج سلاح نووي إيران أيضا آه استهد... الآن تستهدف مدن خارجية هامة عبر الحوثيين تستهدف أبو ظبي تستهدف مدن الرياض حتى تستهدف مطارات الرياض تستهدف حاجات كثيرة وبعدين بدأ التهديد الإيراني إلى إلى أمن وسلام هذه الدول أمن وسلام هذه الدول وهتتوسع على الموضوع بعد كده لدرجة أن كاتب وده كاتب أردني فلسطيني وكان وزير إعلام أردني قال كتب مقاله منذ ايام في صحيفه الشرق الاوسط قال ان ايران اخطر بكثير من اسرائيل وهذه هي هي مساله معروفه ان ايران بالنسبه لدول الخليج اخطر بكثير من اسرائيل ولكن ان تاتي من كاتب ذو اصول فلسطينيه فلسطيني ده موضوع اخر وشبه خامنئي بهتلر قال ان خامنئي هو هتلر العصر الحالي حاليا ده كلام يؤدي الى اني لازم التقارب الاسرائيلي لمواجهه عدو مشترك وبيهدد السلام في الشرق الاوسط وبيهدد دول الخليج تهديد كبير واحنا لو اتكلمنا عن ايران وتهديدها لدول الخليج ممكن تاخد حلقه كامله في واتكلمت قبل كده اكتر من مره لما استهدفت خطوط البترول وابار البترول السعوديه اتكلمت حلقه كامله عن خطوره ايران على دول الخليج ده سبب مهم كبير ورئيسي. نيجي تاني سبب تاني هو التسونامي الزلزال اللي حصل في الربيع العربي واجتاح وهدد دول الخليج، هدد دول الخليج، هدد الانظمه الخليجيه وامريكا سمحت اوباما سمح بسقوط نظام مبارك يعني ادى للجيش جرين لايت ان هم يسقطوا نظام مبارك عندما وعد اوباما بانه سيتدخل في سوريا اذا استخدمت الأسلحه الكيماويه لم ينفذ وعده، فبالتالي هنا حصل اني تغيرات كبيره جدا في الموقف الأمريكي في تشجيع الربيع العربي خاصة إدارة أوباما ومن ثم أصبح تهديدا لدول الخليج وهذا جعلها تتقارب مع اسرائيل، وده يقودنا الى سبب مهم ايضا هو الفراغ الأمريكي. تراجعت أهمية الشرق الأوسط جدا جدا للواتر العالم اتغير، الشرق الأوسط اتغير، وأدرك الخليجيون أن العالم يتغير وأن أمريكا تتغير وأن رؤية أمريكا للشرق الأوسط تتغير وعليهم أن يجدوا حلفاء أقوياء في الشرق الأوسط يتحالفون معه ضد المخاطر المحتملة والأنية. في شيء ثاني مهم طبعا مع الربيع العربي ارتفع تهديد خطورة الجماعات الإسلامية على أنظمة ومجتمعات الخليج، واضح جدا جدا كانت إن لدرجة إنهم كانوا عاوزين يسقطوا النظام في أبو ظبي، كانوا عاوزين يهددوا اكثر من منطقه طيب... فبالتالي اصبح التطرف الاسلامي خطرا شديدا على دول الخليج ليست اسرائيل ولا اسرائيل ما لقاش اي خطر هو ده هو ده والثالث خطر الثالث اللي هي الاطماع التركيه و... وامتطاء تركيا لموجه الربيع العربي وتحاول تزيح السعوديه عن ريادتها في العالم الاسلامي وانا عملت حلقه على هذا الموضوع وقلت هل تحاول تركيا انها تاخد قياده العالم الاسلامي بدل السني بدل السعوديه عملت حلقه قبل كده على الموضوع ده اطماع تركيا كبيره جدا ارتفعت مره واحده وده اللي جسده اللي محمد بن سلمان في لحظه صفاء كده جسده في إنه المخ... مثلث الأخطار الثلاثة ضد دول الخليج اللي هو مثلث الخطر الإيراني ووصفهم إنهم إرهابيين يعني ثلاث مسائل إرهابية تركيا والإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة هو ده مثلث الخطر الحقيقي اللي بيهدد دول الخليج فجأة بيهدد دول الخليج فجأة إسرائيل بعيدة عن الموضوع تماما يبقى الخطر الحقيقي هو مثلث الخطر الحقيقي هي إيران طبعا في المقدمة تركيا بعد التحولات اللي حصلت فيها ثم الجماعات الاسلاميه وكله متداخل في بعضه الثلاث عناصر دول مش مش منفصلين عن بعضهم ده متداخلين ولهم علاقات متشابكه وكلهم بيستد... يعني تقريبا بيتفقوا على استهداف دول الخليج ما نقدرش نتجاهل واحنا بنتكلم عن تصارع التطبيع بين الامارات والسعوديه الاتفاقات الابراهيميه دور ترامب ودور جارد كوشنر نسيبه في هذا الزخم الكبير ترامب قال لهم انا اديكم دعم كبير جدا جدا لدول الخليج بيقف معاهم في كل شيء ماليش دعوه باستبدادكم ماليش دعوه باي شيء ماليش دعوه باي شيء انا هدعمكم بشرطين الشرط الاول تشتروا اسلحه امريكيه الشرط الثاني انكم تطبعوا مع اسرائيل ده ترامب اجنده ترامب واضحه تجاه دول الخليج وقف معاهم وقفات كبيره وقف مع محمد بن سلمان وقف مع محمد بن زايد فبالتالي سبب رئيسي في تصارع هذا الموضوع دور ترامب وصهره سبب مهم كمان في تسارع التطبيع وتسارع العلاقات اللي انا قلت انها اعلى من التطبيع هو وجود قيادات زي محمد بن زايد ومحمد بن سلمان هم يعني طرحوا اثقال التاريخ من ورا ظهرهم وشافوا مصالح بلادهم مش بقى سيبك بقى من الحمل الثقيل اللي كانوا ورسينه من فتره القوميه وفتره الصحوه وفترات دي كلها أراموا كل هذه الاحمال من وراء ظهرهم لان شافوا المخاطر الحقيقيه اللي بتواجه بلدهم من ناحيه وشافوا وشافوا التغيرات في العالم وان هم هينتهم لو ما صارعوش وعملوا تغيرات حقيقيه في بلدانهم ده ده مهم دور محمد بن زايد ومحمد بن سليمان في تسريع العلاقات مع اسرائيل في 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 عامل مهم جدا كمان هو تراجع نفوذ الدول العربيه اللي كانت بتبتز دول الخليج دول الخليج كانت مبتزه بقضيه فلسطين من عبد الناصر في مصر ثم العراق صدام حسين اللي بعد معاهده السلام اكبر دول الخليج انها تقطع علاقتها مع مصر وانها تستمر في نغمه فلسطين وقضيه فلسطين سوريا اللي حصل في سوريا ثم نهاية القذافي اللي حصلت أيضا كان يهدد دول الخليج كله كان كله بيتصور إن هو يبقى زعيم صدام حسين عاوز يبقى زعيم حافظ الأسد عاوز يبقى زعيم العروبة قذافي عاوز يبقى زعيم وكل منهم زعمته لازم تتكئ على قضية فلسطين وتتكئ على ابتزاز الدول الأخرى بقضية فلسطين عندما انتهى نفوذ هذه الدول أيضا تحررت دول الخليج من عامل رئيسي وهو الابتزاز من دول عربية لوضع قضية فلسطين على اللي هي كل شيء وأي حاجة الأولوية قضية العرب الأولى الكلام الفارغ اللي كنا بنسمعه ده في عامل مهم أيضا أدى إلى تصارع هذه العلاقة بين الإمارات وبين إسرائيل وبين دول الخليج برضو وبين إسرائيل اللي هي التكنولوجيا الإسرائيلية التكنولوجيا الإسرائيلية لما نشوف تكنولوجيا مخابراتيه تكنولوجيا تجسسيه احنا احنا شفنا بيجاسوس وده وشفنا دلوقتي الامارات بتتهدد لازم يستفيدوا من اسرائيل من القبه الحديديه من دفاعات اسرائيل لمواجهه الصواريخ عندهم تهديد تهديد زي ما التهديد الحمساوي لاسرائيل ومن غزه ومن حزب الله علي. عندهم تهديد اخر ايضا من ايران عبر ميليشياتها في المنطقة ومن ثم عليهم أن يستفيدوا من تجربة إسرائيل فيما يتعلق بالشبكة الحمائية ضد الصواريخ والطيارات المسيرة في عامل مهم ايضا أدى الى ان دول الخليج تفيق من غفلتها ايضا هو أن اسرائيل لم تسبب أذى لدول الخليج على الإطلاق بل وقفت اسرائيل محايدة فيما يتعلق بالربيع العربي كانت الدول العربية ضعيفة ومنهارة كثير من الدول العربية والقادة اهتزت كراسيهم ولكن اسرائيل كانت على الحياة تتفرج فقط لا غير لم تتدخل اطلاقا اسرائيل ومن ثم وجدوا انه لا يوجد اذى ايه الاذى احنا دول بعيد دوله بعيده عننا وما سببت لاش اي اذى وما تدخلتش في الشؤون الداخليه وما قالتش الديمقراطيه وما قالتش اي حاجه ولم تسبب اي اذى طب ليه ليه احنا ما نعملش علاقه كويسه بيها ليه ما نستفدش من التقدم اللي حصل عندها دوله ما بتاذناش يعني دوله ما تتدخلش في شؤوننا الداخليه في عامل اخر ايضا مهم قرب انتهاء عصر البترول يعني ده يؤدي الى ان البحث عن علاقات جديده في عالم متغير العالم متغير وفي تغير متسارع حقبه البترول على اذا استمر عقد عقدين تاني لكنها بالتاكيد ستنتهي حقبه البترول وبالتالي البحث عن شركاء فيما لان الدول العربيه البتروليه الخليجيه كانت تدلل عالميا نتيجه البترول والان ضعف التدليل وسينتهي التدليل. ثم علينا ان نبحث عن علاقات متكافئه مع جيران لمواجهه حقبه ما بعد البترول. كمان في مهم اتجاه ما بعد البترول علينا ان ننمي الحداثه والانفتاح على العالم واحنا عاوزين نحدث دولنا دولنا ونخلي اقتصاد متنوع وده ايضا يستلزم وجود علاقات مع دوله اسرائيل. في مهم عامل مهم ايضا تراجع المد الاسلامي عربيا وخليجيا بعد انكسار الاسلاميين بعد موجه الربيع العربي الاولى وسيطرتهم على الدول ثم انكسارهم انكسارهم في مصر انكسارهم في سوريا انكسارهم في تونس انكسارهم في اكثر من دوله انكسارهم في في المغرب وتراجع ومجابهتهم بقوه من ابو ظبي ومن من محمد بن سلمان ومن الرياض ادى ده الى تراجع المد الاسلامي لما بيتراجع المد الاسلامي بتختفي القضيه الفلسطينيه، القضيه الفلسطينيه في اخر 40 سنه 40 سنه رفعوها دينيا بقت قضيه دينيه. ورفعوا المسألة المسألة الإسلامية فيما يتعلق بفلسطين وثلاث الحرمين دلوقتي في دول الخليج بيقولوا مش تلت الحرمين ده مش تلت. إحنا عندنا حرمين بس اللي هم مكة والمدينة ده مش ثلاث حرمين ده مسجد عادي يعني في ناس يعني وصلت إلى الشجاعة إنهم بيقولوا إن ده مسجد عادي مسجد زي أي مسجد اتبنى على هيكل الاسرائيل المقدس على الهيكل المقدس بتاع اسرائيل بعض الاصوات الخارجيه بدات ترى التاريخ بعين منصفه ترى التاريخ اللي كنا احنا بنقراه ونسمعه مزور طول الوقت اصبح الخليجيين على وعي انهم يرون التاريخ بعين منصفه حقيقيه بعيدا عن البروباجندا والكذب والتزوير اللي احنا كنا بنسمعه في كمان سبب مهم لتسارع انكشاف المنظمات الفلسطينيه، احنا شفنا المنظمات الفلسطينيه طول الوقت هي بتبتز دول الخليج، وشوفوا وقفوا مع صدام حسين لما غزا الكويت، وشوفوا كانوا بيهللوا لصدام اضرب كيماوي، اضرب كيماوي، يعني بيضرب ناس بالكيماوي، وفي دول وفي الفلسطينيين يطلعوا يصرخوا يقولوا له اضرب كيماوي، تخيلوا وصلت المرحله الى فين؟ وشفناهم طبعا لما بيهللوا للحسين لما ضربوا ابو ظبي شيء فوق 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 منطق لا يتحمله الخليجيون خلاص انتهى هذا الابتزاز ابتزاز المنظمات الفلسطينيه لان جزء منهم اصبحوا عملاء لايران رسميا عملاء لايران بتمولهم وينفذوا اجنده يعني حماس والجهاد الاسلامي بقى اصبحوا اذرع ايرانيه واذرع ايرانيه معناها ان هي هم مع العدو الاول لدول الخليج واقفين في خندق العدو الاول لدول الخليج هذا جعل ايضا دول الخليج تفيق من مساله وقف هذا الابتزاز من المنظمات الفلسطينيه ومن الشخصيات الفلسطينيه في سبب ثاني كمان دول الخليج تريد الاستفادة من الجالية اليهودية لتمتين علاقتها وتصحيح صورتها في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا وشفنا وقفوا مع محمد بن سلمان بعد أزمة خاشوجي وقفوا مع مع محمد بن زايد في موضوع الطيارات اف 35 تقريبا اللوبي اليهودي بيشتغل للامارات وبيشتغل للسعوديه وبيشتغل بدرجه اقل لمصر نتيجه تحسن العلاقات وبالتالي سبب مهم هم يريدون علاقات جيده مع الولايات المتحده ويرون مفتاح ذلك هو الجالية اليهودية والمنظمات اليهودية واللوبي اليهودي الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية في سبب تاني أيضا مهم فيما يتعلق بلي تسارعت العلاقات والتطبيع ارتفاع الوعي والانفتاح عند الأجيال الجديدة من دول الخليج الأجيال الجديدة من دول الخليج تحررت من الإرث الثقيل إرث القومية وإرث الإسلامية وفيهم ناس كثيرة أو منفتحة دلوقتي وشايفة طب ليه لأ ليه لا؟ عملوا لنا ايه؟ عشان طب احنا اعدائنا اللي عاوزين يخربوا بلادنا احنا وشافوا وحبوا يقروا وناس كتير منهم اتعلمت في الخارج وقراوا التاريخ الصحيح بعيدا عن البروباجندا ما احنا شفنا البروباجندا الخطيره اللي احنا كنا عايشين فيها فبدات الاجيال الجديده في الخليج تنفتح من ناحيه تكون منصفه تجاه التاريخ من ناحيه اخرى تكون منصفه تجاه رؤيه مصالح بلادها من ناحيه ثالثه ورؤيه المنطقه من ناحيه رابعه كمان في سبب كمان مهم ايضا توازن الاعلام الخليجي مع الدور السلبي لقناه الجزيره، كانت كانت الجزيره محتقره العقل العربي فيما يتعلق بقضيه فلسطين هذا حصل توازن ابو ظبي والسعوديه فعلوا درجه كبيره من اعلامهم فامتصوا الاثر السلبي لقناه الجزيره فيما يتعلق بقضيه فلسطين وفيما يتعلق بالتحريض المستمر في 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 مساله فلسطين وفي مساله تهييج الشارع العربي كانوا بيهيجوا الشارع العربي قناه الجزيره المهيج الاول للشارع العربي فيما يتعلق بمساله فلسطين واسرائيل في سبب مهم جدا كمان انكشاف النظريات المؤامرة اليسارية والقومية والإسلامية نظر احنا عايشين من الخمسينات لحد سنة 2000 في نظريات مؤامرة رهيبة وما زال ما يسمى محور المقاومة بيرددها ان اسرائيل هي سبب الشر في الدنيا كلها نظريات مؤامرة لدرجة في مصر كانوا بيقولوا ان اسرائيل بتبعت لبان جنسي خلي المصريين عندهم عق عقم تخيل وصلت كل ما تتخيلوه من نظريات المؤامرة تجاه اسرائيل نظريات مؤامرة كاذبة وملفقة تجاه اسرائيل نشرها التيار اليساري والتيار القومي العربي والتيار الاسلامي انكشفت، العقول بدأت تدرك ان ده ان ده عباره عن كذبه كبيره وان ده كلام مختلق لا أساس له من الصحه. ده ده انكشفت انكشفت نظريات المؤامره التي كانت تروج بشده ضد اسرائيل ومختلقه وكاذبه طبعا. سبب ثاني ان اسرائيل دعمت الانظمه العسكريه والانظمه الخارجيه في مواجهه الاسلام السياسي ده مهم وقفت على الحياد نعم فيما يتعلق بالربيع العربي ولكن خيارات اسرائيل ان نعم الانظمه العسكريه يمكن التعامل معها ولكن الانظمه الاسلاميه من الصعب التعامل معها وشافوا شافوا ده في, في 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 تركيا على سبيل المثال شوفت اتغيرت 180 درجه لما الاسلاميين بقياده اردوغان مسكوا البلد نيجي اخر سبب من هذه الاسباب اللي انا قلتها ودي اكتر من عشرين سبب قلته آآ سبب مهم جدا 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 قوة اسرائيل قوة اسرائيل بنيامين نتنياهو لخص الموضوع في الاتي العرب يبحثون على روابط مع القوي وتعزيز قوتنا يكسبنا سلطة ودبلوماسية كلام ده نص كلام نتنياهو تحالفنا مع العرب نتيجه تحالفنا مع العرب نتيجه قيمه اسرائيل كمركز ثقل تكنولوجي ومالي ودفاعي واستخباراتي بدون تقديم اي تنازلات، ده, ده ميزه نتنياهو. طبع العلاقات بدون اي تنازلات، قال ما فيش حاجه اسمها تنازلات، نستطيع اقامه علاقات مع الدول العربيه دون الحاجه لاتفاقيه سلام مع الفلسطينيين. نرفض مبدا الارض مقابل السلام السلام مقابل السلام عاوزين سلام مقابل السلام وتستفيدوا مننا عاوزين كده اهلا وسهلا بيكم هذه 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 نظريه نظريه نتنياهو بان القوى الاسرائيليه ستجبر الاخرين على تطبيع العلاقات ده كان هو بيتبع طبعا القائد الصهيوني البارز جابوتونسكي اللي هو اللي هو كان قائد من اوكرانيا من قواد الصهيونيه لما قال الرفض العربي لاسرائيل سيتلاشى في النهايه امام الجدار الحديدي للقوه الاسرائيليه، وهذا ما كان يؤمن به نتنياهو ان القوه الاسرائيليه في مختلف الجوانب ستجعل العرب ياتون الى اسرائيل، ورفض كل اللي قدموه، كده تبعمل كده طب تب... وقف الارتباط طب تبوق... كل ما قيل ان نتنياهو قدم تنازلات لدول الخليج فيما يتعلق بفلسطين هو كلام فقط فقط مالوش اي صحه المبادره العربيه الرئيسيه التطبيع مقابل عوده رفضها تماما الارض مقابل السلام ده ارض يا احنا رجعنا الارض دي من سنه 70 ميلاديه 1948 ميلاديه كل هذه السنوات كلها في الشتات هنرجع عشان نديكوا الارض تاني اللي احنا رجعنا لها بعد كل هذه القرون نديها لكم وتقولوا سلام، أرضنا التاريخية نتنازل عنها في مقابل إن نعمل سلام معاكم ده ما يبقاش سلام، ده يبقى إنهيار لدولة إسرائيل، ده معناه انهيار لدولة إسرائيل، ما ي... ما... ما السلام اللي بتتنازل بيه عن أرضك وعن قوتك وعن دولتك وت... وتشرزم الدولة بتاعتك معناه مش سلام، ده إنهيار، وبالتالي اتبعنا آ... اتبع الخط اللي هو ما فيش حاجه اسمها تنازل عن ارض عاوزين تعملوا سلام تعالوا من اجل الاستفاده المشتركه بيننا وبينكم الاستفاده المشتركه بيننا وبينكم طيب دي كل العوامل اعتقد يعني كل العوامل تقريبا اللي خلت في تطبيع متسارع بين دول الخليج واسرائيل وتحديدا بين الامارات وبين اسرائيل وكلها زي زي ما انتم شايفين عوامل مهمه جدا لدول الخليج وطبعا مهمه لاسرائيل ان يكون في علاقات طبعا بالتاكيد العلاقات القويه والعلاقات المتبادله والسلام والتطبيع وتحريك الاستثمارات كله مفيد للطرفين بس مفيد لدول الخليج بدرجه اكبر من افادتها لاسرائيل. ياتي السؤال الاهم هل سيستمر زخم التطبيع في المستقبل؟ أنا في تقديري أنه ممكن يستمر في الأجلين المتوسط والقصير، لكن في الأجل الطويل كم ممكن تحصل حاجات، ليه بقى؟ لأن لن يختبر التطبيع بأزمة حادة، مفيش أزمات حادة كبيرة، أزمات حادة وكبيرة اختبرت هذا التطبيع واختبرت هذه العلاقات. سيتوقف متانة هذه العلاقات على صمودها في ظل الأزمات الحادة، زي إيه أزمة حادة؟ اندلاع صدام واسع. بين اسرائيل والضفه الغربيه صدام واسع يعني مش مجرد انتفاضه صغيره ولا حرب 10 ايام يلحقوها لا صدام واسع يؤدي الى عوده الهياج في الشارع العربي هل هتصمد الاتفاقيات وهل هتصمد العلاقات المتناميه الحاجه الثانيه ان المد الاسلامي يعود بدرجه او باخرى، خلي بالكم ان ما يحمله التراث الاسلامي وما يحمله التاريخ الاسلامي والتاريخ العربي تجاه اسرائيل هو هو العداء والكراهيه، العداء والكراهيه. وبالتالي تم قمع كل هذا التراث لصالح اقامه علاقات لاسباب تتعلق بالمصالح الانيه القويه بين دول الخليج واسرائيل. ومن ثم هل سيعاد اكترار هذا التراث اللي هو اساسي في في الدين وأساسي في التراث الإسلامي وأساسي في التاريخ العربي هل يعد بالتالي حالة حالة السلام هي حالة قمع وانتقائية لكل هذا التراث أما حالة العداء فهي حالة تتفق بهرمونية مع التاريخ العربي ومع التراث الإسلامي ومع النص القرآني نفسه ومن ثم فإن عوامل العداء كامنة وقوية وتم قمعها وتم تهميشها لصالح مصالح قوية حاليا فإذا عادت المد الإسلامي بطريقة أخرى آه، آه، سيعود آه، هل سيصمد آه، هذا هذا التطبيع وهذه العلاقات أمام عودة المد الإسلامي غياب القادة الخليجيين النافذين زي ما قلت بالذات محمد بن زايد ومحمد بن سلمان لو غابوا بطريقة أو بأخرى بسبب أو بآخر إيه اللي هيحصل في هذه العلاقات القوية طبعا هم عمود فقري في تنمية هذه العلاقات ودافع قوي في تنمية هذه العلاقات. لو تم تحييد الخطر الإيراني يعني لو حصلت مسلحة واسعة بين دول الخليج وإيران أو تم كسر إيران في في معركة مع الغرب أو تم ضرب كل هذه المواضيع كل هذه المواضيع تتعلق ب أزمة كبرى في الشرق الأوسط. وبالتالي نقول أن التطبيع والعلاقات بين دول الخليج لم تختبر بعد في الأزمات الحادة لم تختبر بعد في, ال... بعد في الأزمات الحادة عندما تختبر في عدد من الأزمات الحادة اللي تكلمت عنها وتصمد يبقى احنا قدام علاقات طويلة الأجل ولكن في تقديري أنا الشخصي أن في الأجل الطويل ممكن يكون هذا العقد العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ممكن يكون عقد السلام والانتعاش بين الدول العربية وإسرائيل ولكن في تقديري ان الاجل الاطول آه قد لا يحمل آه وطبعا اسرائيل فاهمين كده كويس جدا وبيحاولوا يستفيدوا من الحاله الراهنه الى اقصى درجه ويعملوا لها مؤسساتيه بمعنى ما تقدرش تكسرها بعد كده عاوزين يعمقوا مصالح دول الخليج مع اسرائيل عشان بعد كده ما يقدروش يوقفوها وده شيء مهم بتعمله اسرائيل حاليا انها بتستفيد من اللحظه الراهنه واليهود والاسرائيليين طبعا تحديدا مش ناس لا ده هم عندهم الحسابات التشاؤميه في حياتهم اكثر بكثير من المسائل التفاؤليه لانهم عانوا معاناه غير عاديه في التاريخ ويعلمون جيدا غدر التاريخ يعلمون جيدا غدر التاريخ ومن ثم هم يرتبون علاقاتهم ويستفيدوا باقصى قدر ممكن من اللحظه الانيه ويحاولوا ماسسه هذه العلاقات بحيث انها تبقى مؤسسات من الصعب انها تزيل هذه المؤسسات وفي نفس الوقت يتوقعون الاسوا في المستقبل ولديهم كل احتمالات توقع الاسوا في المستقبل هذا كل ما وددت ان اقوله فيما يتعلق بنمو العلاقات بشكل سريع جدا بين دول الخليج واسرائيل وخاصه دوله الامارات العربيه المتحده اشكركم شكرا جزيلا والقاكم في حلقه اخرى مع مجدي خليل شكرا جزيلا